يلا واش معك شكون اللي معك اسمع شبلاك تمر لي خويا شبلاك تمر لي شبلاك تمر لي الله مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا في مقبرة الرحمة في الموضوع ديال الوفاة ديال هلال، رجل من أعمدة الفن تتلمذ على يديه كذلك مجموعة من الشباب في هذا الجانب. حاليا معي مجموعة من أصدقاء المقربين وكذلك من هارم الإعلام أستاذ أبو السهل، غادي نشوف معاه هو الأول في الموضوع. إنا لله وإنا راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هي واحدة من أصعب اللحظات اللي كانوا يدعوا فيها واحد لم يكن فقط فنانا ولكن كان أيضا صديق، هو مغربي عشق الفن، كان قلبه يتسع لأصدقائه الفنانين والفنانات ويتسع للوطن، لأنه كان فنانا. عندما نتكلم عن اللاعبين المحترفين هو رجل احترف في زمانه في ذاك الزمن، وكان عنده واحد البعد عربي وقومي ودولي من خلال المسلسلات، اشتغل مع كبار المخرجين. لماذا؟ لأن المسار دياله هو حاول يشتغل في مجال التربية والتكوين، ولكن أخذه الفن. عبد اللطيف هلال لم يكن رجلا عاديا وكان رجل استثنائي. عبد اللطيف هلال تتلمذ على الطيب الصديقي في مسرح الناس، وعاش مع القامات الفنية في المغرب. كانت بدايته مع مصطفى التومي الأستاذ والأديب والكاتب المسرحي الكبير، ثم مع الطيب الصديقي وماريا الصديقي والصديق الصديقي، ثم الأعمال الكبيرة مع عمالقة. شوف هذه القامات، هذا محمد مجد مفتاح، كان أيضا مع سكيرج، لأن كانت واحد تلة من ذاك. ثم كان عنده واحد جانب آخر رياضي. عبد اللطيف هلال كان عاشق الرجاء حتى الموت. عبد اللطيف هلال يعيش لحظات الارتفاع الروحي عندما تنتصر الرجاء، وتجده منزويا يبكي في الداخل عندما تتألم الرجاء. واللي ما عرفوش الناس انه كان بعض الخطرات كيبان لي شي لاعب رائع كان يقترحه على المكتب الموسيقى. انا كنحترم السي احمد بوعروه والزوجه ديالو جميله بورجي، لانهم عاودوا فكروا حتى لا يتم تهميش هذا الجيل ديال عبد اللطيف هلال. وهو ونعيم المشرقي الحاجه الله يطول في عمرها، الجيل ديال عبد اللطيف هلال تنقولوا الان شنو علمنا؟ علمنا على اشمينا جماليه. اشنو التيران ديال عبد اللطيف هلال؟ هو المسرح، كان يتسيد المسرح دي. حاليا معي استاذ اللي هو منتج وداصله زماله وصداقه وفيما هو مهني كذلك بالمرحوم، غادي نشوف معاه مجموعه من التفاصيل. استاذ انا لله وانا راجعون، تكلم لينا على العلاقه ديالك بالمرحوم. علاقه كتفوق ما يفوق 20 عام، تلاقينا في اول عمل مسلسل درامي موعد مع المجهول، يعني كان عنده حضور متميز وكان السيناريو متميز ديال الحاج السيح محمد سولي، لانه هو اللي كان كتب السيناريو. ومن بعد كان العمل الثاني اللي تلاقينا فيه هو المسلسل الابرياء اللي كان في جزئين، واللي حتى هو كان عنده دور كبير وادى بواحد الاحترافيه كبيره وادى يعني ما كاين ما يتقال زعما. يعني هذا النوع من الفنانين يعني خصك تشوفه في البلاطو، لو تحضر معاه في البلاطو غادي تشوف انسان عنده واحد الغيره مهتم بحال يلاه بدا كيقول لك خصنا نعملوا لا خصنا نصوبوا هذه واحد الجمله كيقول لك لا انا كان زعما كنقترح عليكم باش نقولوها بهذه الطريقه. فنان يعني مهني كبير. استاذي الفاضل بحكم التجربه ديالك في المجال وانت منتج، هاد الفنانه عندهم حقبه زمنيه معينه كما تكلمتي، بالمقارنه مع الجيل الصاعد هاد الفنان بحال الاستاذ محمد هلال اللي توفى ما خدوش الحق ديالهم في الفن، ما خدوش الحق ديالهم. لا ما خدوش، ويعني حيت علاش ما كتعطاش ما خدوش الفرصه ديالهم، يعني باش يعطوا
عندهم إمكانيات هائلة. ونقدر نأكد لك أنا بتجربتي المتواضعة بأن يعني في الأداء ديالهم أداء عالمي، كنقول لك أداء عالمي، وماشي ماشي صدفة بأن كان إنتاجات عالمية كيعيطوا لهم، أفلام سينمائية عالمية كيعيطوا لهم وكيعطيهم أدوار باش يأديهم وكيأديهم مهني واحترام. ولكن مع الأسف هنا يعني الفن راك عارفه يعني مازال ماشي أولوية يعني بالنسبة للبلاد، باقي ما خداش ذاك البلاصة ديالو اللي ختخلي هاد الناس هادو يعطيو أكثر. واللي أنا دائما كنطالب بأن هاد الناس نشتغل، إحنا اللي محتاجين كمنتجين باش هاد الناس يشرفونا بالخدمة ديالهم. وانا دائما كنحرص يعني بكل تواضع كنحرص بان نشتغل مع هاد الناس، اي اعمال ديالي كلها اشتغلوا مع هاد الناس. كذلك الطاقه الصاعده اللي كاينه دابا بالمقارنه مع هاد النجوم القدامى، دابا الاستاذ محمد فيلا توفى، سمعنا اليوم الاستاذ بداوي حتى هو، يعني هاد الهرم ديال المجال الفني فقدنا هاد الناس، هاد الاجيال الصاعده. الرساله ديالك اليوم والمسؤولين كذلك باش حتى هما ما يكونوش عانوا كما عانوا هاد الناس اللي خسرناهم دابا. خصهم يستوعبوا، الجميع خصو يستوعب هذه الفكره ديال بان راه يعني التاريخ ديال العطاء الفني راه ماشي لا محدود، راه كاين واحد المحدوديه في هذاك النطاق ديال هذاك هاد يعني التاريخ خصو يشجع الاعمال ديال اللي تكون متميزه واللي فيها هذا اللقاء ما بين الرواد وما بين سميتو. انا فين ما كان عندي الفرصه بانني كنتكلم مع الشباب اللي كاين فيهم يعني طاقات مزيانين، وكاين شحال واحد فيهم اللي كيقدر الفنانه وكيحترمهم وكيتصنتوا لهم وكيجيو كيعطيهم التحيه سلام وتقدير، بانهم يستافدوا من التجربه ديال الناس ويحرصوا حتى هما في الاعمال ديالهم باش ماشي يجي اي واحد في واحد الدور الوغ هذاك الدور نورمالمون ديال الانسان اللي هو عنده واحد العمر ولا واحد السن، كنجيبوا واحد ماشي كان خصنا نجيبوا انسان اللي فنان عندي دور مثلا هذا غادي نعيط للسي بنياز، غادي نعيط للسي صلاح بن موسى، غادي نعيط. وهذا الشيء هذا راه عملناه، عملته انا شخصيا يعني في السلسله اللي كنتو شفتوها مرحبا بصحابي، حيت انا اللي نتجتها مرحبا بصحابي كانت فيها المرحوم الراجي، كان فيها بنياز، كان فيها السي مصطفى الزهري، كانوا فيها اساتذه كبار، وكانوا فيها عمر لطفي، وكانوا فيها الشباب، كان فيها محمد حمزه، وكان واحد اللقاء راه يعني مشوق حتى اثناء التصوير. يعني زعما بكل صراحه هذا هو الميساج اللي كان، هذا هو الرساله اللي كان. استاذي عزاؤنا واحد، شكرا لك. عزاؤنا واحد، بارك الله عليكم. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، إن لله وإنا راجعون. عالم الفن عالم بين مد وجزر. هلال توفى، تنطلب الله عز وجل يجعلهم من أهل الجنة. مشاهدينا الكرام، تعالك المواطن، شكرا لكم.